صفصف كان عليها رفعة شبشب. إيه يعني رأيك؟ متمكنة، عجبتك؟ السؤال بقى ده تمكن من التمثيل ولا تمكن في الحياة؟ هي جت كده. يعني انا بعت رساله كده من خلال حد لمحمد صلاح انه ادي اهو، يعني مش انت بس اللي بتشوت فعلا. شوف المشهد ده. حبيبتي اتخضت. ايمان يوميها. يا عبده لما كنت بتصالحني. ابوس ايدك يا حاج عشان خاطري، مش وقت الصوره دي خالص دلوقتي، انا فين مكفيني. انت يا بنت انت هتقولي اقول ايه وما اقولش ايه؟ ده بنت الحاج يطلع وقت ما هو عايز ويبطع في بيته زي ما هو عايز. انت ما ده مش مكتوب في السكريبت يعني. لا طبعا، اللياقه بدنيه. اتخضوا هم كلهم، اتخضوا. ده نشان مظبوط يعني. هي ايمان اتخضت يا حبيبتي. وتلاقيت على عينك في وبعدين قعدت تدور على محمد سامي. هو كده حضرت كده وطلع المشي. طلع لو والحاج بقى يطلع وقت ما عايز، ده بيته. لسه هنستأذنها؟ لا 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 لا. عملتي مشاهد متناقضة، في كتير من الحس الفكاهي وفي حاجات كتيرة فيها إفيهات ولطافة، إنما كمان كان في مواقف درامية قوية وتقيلة حصلت لأنه المسلسل فيه أحداث متباينة. إيه من المشاهد اللي أنت التقيلة اللي تفتكريها في جعفر العمدة؟ لا، هو المشاهد اللي كانت يعني هو كان في كيمياء جميلة عظيمة بيني وبين رمضان جدا. حلوة قوي لما يبقوا الاتنين ممثلين، يعني محمد رمضان ممثل صح؟ في ناس ممكن تختلف معاه او تتفق معاه، بس لا خلاف انه ممثل موهوب جدا 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 جدا، وعنده احساس وشاطر ودؤوب وبيفكر بره الصندوق. فلما بنبقى احنا الاثنين مع بعض بنبقى بينج بونج، يعني فاهمه؟ هات شغالين مع بعض على خط واحد. وسامي معانا، يعني احنا يعني الثلاثه كيمياء، الثلاثه دول طلعوا مشاهد اكثر من رائعه. من وانت صغير ربنا دايما بيحطك في المحن عشان عايز يقول لك حاجه واحده بس، انه بيحبك وبيحبك قوي كمان، عشان انا بدعي لك وبشهد لك كل يوم انك انت ابن بار. طوى شهادتك دي شوية يا وصيفة، الشهادة دي لوحدها كفيلة تخلينا نفوت في الحديد. أنا شفت كتير وعدى عليا ياما، حتى الجواد أبوك الله يرحمه كان أقوى إنسان شفته في حياتي، كان ودد عمره ما نزل راسه ولا انحنى ولا اشتكى. عارف يا جعفر، انت الوحيد اللي شفته في حياتي اقوى من عبد الجواد، بس عبد الجواد ما كانش في حنيتك. عايزه اقول لك حاجه، السجن ده انا كان جالي حساسيه، يعني كنت مسافره، كنت جايه من المطار على الشط الساعه 2 3 صباحا، ووشي وفجاه ورم، يعني بصي يعني وشي كان وارم، فاهمه؟ كنت تعبانه جدا ميته، كنت واخده كم كورتيزون عشان وشي يفش لاني لازم اصور، يعني انا فجاه بقيت نص كده، يعني مش عارفه ليه، واضح حساسيه من حاجه يعني. فقلت لهم انا لازم، انا عندي تصوير لازم افش، يعني
فششوني فاخذت الكورتيزون، واضح اني كلت حاجه مع اني ما كلتش يوميا يعني، قعدت ادور بس يمكن تغيير الجو والله حاجة. ولا اخذنا بدل، احنا عندنا ام مكلومه زعلانه حزينه والقضبان. انا كنت بجد تعبانه وواخده كورتيزون عشان لازم الوش ينزل. طيب الانفعالات القويه في بعض المشاهد دي كانت دموع حقيقيه ولا دموع جريسلين؟ انا عمري ما احط جريسلين، انا مش يعني سامي كذا مره يقول لي حطي جريسلين بيبقى مستعجل، ليفر ابدا ابدا ابدا. يعني كل دموع حقيقيه هل ابدا؟ انا اتحدى اي مخلوق يقول اي شط في حياتي ان انا حطيت جريسلين، انا ضد القصه يعني دي. الصح ده طبيعي، وبعلق الدمعه يعني، انا عندي قدره اني اعلق الدمعه في مشهد اللي هو اللي انا بروح لاخويا لما بكتشف الوضيع ده فتوح انا مش رايحه اعيط له لان هو مش هيفيدني بحاجه، بس انا مجروحه وصعبان عليا ان اخويا يبقى بالاخلاق دي. هتلاقي المشهد كله انا معلقه الدمعه موجوده بس معلقاها. ايه ده، وتعلمتي الكلام ده فين؟ سنين يا منى. بصي اللي هناك دي متعلقه اللي في العين اليمين لغايه اخر المشهد هتفضل متعلقه. سبت له ايه؟ وزاد لا يمكن تعمل كده. هو انت تعرفها اصلا؟ امها لما ماتت وسابتها لك امانه عملت لها ايه؟ عمرك اتكلمت معاها؟ عمرك سمعتها؟ عمرك علمتها ايه الغلط وايه الصح؟ سبتها في الشوارع. البنت طلعت تربيتها سوي زيك بالظبط، تربية شوارع. الشوارع اللي انت رميت البنت فيها وسبتها تروح وتخرج وترجع اخر الليل زي الصبيان. ملوش فايدة الكلام خلص. الله بينا حق. روح لم لحمك، ما بقتش لحم هنا يا فتوح. يعني نقيس كل ادوارك اللي فاتت بقى، مش جعفر العمدة، كل ادوارك السنين اللي فاتت عمري. اللي فيها انفعال دي عمري. وساعات بيبقى فيه راكور انه الدمعه برضو تبقى متعلقه. لا ما تقوليش بتراكوري براكور الدمعه. عندي القدره دي. اللي زيك هلا فعلا يمكن يبقى عنده حق احيانا انه يحس انه هو مش موجود في مكانه الصح. بس ده احساس عابر، ممكن انت بس اللي تكوني حساه، انما اللي بيتفرج واللي بيتابع واللي بيشوف واللي بيفهم لازم يدرك ان احنا عندنا ممثله عظيمه اسمها هاله صدقي من غير اي اضافات اورجانيك. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.